السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. بالنسبه لوصفتنا اليوم غادي تكون عباره عن كيك ديال التفاح. انا صراحه من عشاق هذا النوع من الكيك، كتجي رائعه جدا، كتجي رطبه ومعلكه وهشيشه. واهم حاجه انها ما كتكلفناش بزاف، غير مكونات بسيطه كتوجدوا كيك بهذا الحجم. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات اللي كيكونوا بالحراره ديال المطبخ. غادي نحتاجوا الكاس عنبه ما عمرش ديال السكر، هنا عندي تقريبا كاس الا ربع ديال السكر، سكر سنيده او سكر حبيبات. كنخفقوا هاد المكونات مزيان حتى كيولي عندنا الخليط بهذا الشكل، هذا كيكون خفيف وكيكون اللون ديالو فاتح. عاد من بعد كنزيدوا عليه علبه ديال الياورت او الزبادي اللي كيكون بنكهه الفاني. ممكن ديروا ياورت طبيعي الا متوفر عندكم. كناخذوا هذه العلبه هي اللي غنعبروا بها باقي المكونات. ممكن تفرغوا هذه العلبه من الاول وتعبروا بها السكر. هنايا كنعبر بها الحليب، كتعطيني 100 غرام او 100 ملي ديال الحليب، 100 ملي ديال الزيت. كما قلت لكم الا عبرتوا بها السكر غتعطيكم كذلك 100 غرام ديال السكر. هنايا من بعد ما ضفنا هذه المكونات على الخليط ديالنا غادي نضيفوا الفاني. كنضيفوا كذلك البشر ديال الليمون الحامض، او ممكن تضيفوا بشر ديال البرتقال اللي متوفر عندكم. الا ما كانش متوفر ممكن تكتفيوا فقط بنكهه الفان. بالنسبه للدقيق غادي نعبروا بهذا الكاس ديال الياورت. كنعبر 3 ديال الكؤوس منه من الدقيق، او كديروا 2 كؤوس ونص ديال العنبه. غادي نديرهم هكا في صفايه باش نغربلهم. وكنديروا معاهم كيس ديال خميره الحلويات للوزن ديالو 8 غرام. كنديروا كذلك رشه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال القرفه. كنغرب لهاد المكونات ومن بعد غادي نضيفهم على الخليط ديالي ديال البيض والسكر والحليب والزيت. كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجم لينا الدقيق مع باقي المكونات. غادي نخلوهم جانبا وغادي ندوزو باش نكملوا باقي المراحل. هنايا كناخذ التفاح اللي كنقطعو لقطع صغيره. بالنسبه للتفاح كان عندي تفاح صغير، خديت 3. الا كان عندكم التفاح كبير غتكتفيو فقط بجوج ديال التفاحات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير. كتنقيوهم من القشره وكتقطعوهم هكا لقطع صغيره. كما غايبان لكم في كل مره كنقطع التفاح كنزيد كنعصر عليه شويه ديال الحامض. انا حاطه واحد الطريفه ديال الحامض حدايا فيما كنقطع التفاح، كنعصر عليه قطرات هكا من الحامض باش ما كيكحلش ليا التفاح. كنحطوه في كاسرونه ومن بعد غادي نزيدو معاه جوج معالق ديال الزبده. ما كنديروش معالق كبار عامرين، يعني كنديرو غير جوج معالق ديال الزبده ديال القياس، تقريبا حساب 35 غرام او 40 غرام ديال الحامض ديال الزبده عفوا. من بعد كنديرو 3 ديال المعالق ديال السكر. هنايا كندير السكر الاسمر مع السكر الابيض. الا ما كانش متوفر عندكم السكر الاسمر ممكن تكتفيو فقط بالسكر الابيض، يعني ماشي ضروري انكم ديروا السكر الاسمر. كنديروا كميه من الملحه تقريبا 4 معالق صغيره ديال الملحه. وكنديروا معلقه من سائل الفاني او ممكن ديروا كيس من سكر الفاني. من بعد غتحطوا هاد المكونات ديالكم على النار وغتخليوهم يغليو تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال الكراميل. انا غنوريكم كيفاش كيكون. وهذا هو الخليط ديالنا ديال التفاح وجد. غنخلوه جانبا وغادي ندوزو باش ناخذ الصينيه ديال الفرن اللي غندهنها بالزبده. هنايا بالنسبه لهاد الصينيه القطر ديالها 22 سنتيم، ممكن ديروا صينيه اكبر الا بغيتو. كندهنها مزيان بالزبده عفوا، كندير فيها معلقه صغيره ديال الزبده، كندهنها من الوسط وكندهنها من الجنب. كناخذ ورق الطايك اللي كنقطعوه على شكل دائره وكنديروه كامل لتحت. كنديروا ورق الطهي او ورق الزبده في الداخل ديال الصينيه ديال الفرن او في الداخل ديال المول. كنطلعوه تقريبا سنتيم من الجناب، ضروري انكم كتطلعوه واحد شويه على حساب الخليط ديال التفاح ما يلصقش لينا مع الصينيه ديال الفرن. ومنين بغوا نقلبوه يعني يجي المنظر ديالو ما زوينش، من الافضل انكم ديروا ورق الطهي بهذا الشكل هذا وتطلعوه من الجناب على حساب هذا الخليط ديال التفاح. هنايا من بعد ما كنخوي الخليط ديال التفاح غادي نحاول انني نوزعه بشكل اللي غيكون متساوي، يعني كتوزعوا باش كيعطينا تبقى وحده اللي كتكون مقاده. ومن بعد غادي نخوي عليه الخليط ديال الكيك. انا كتسنيت عليه شويه حتى برد. عاد من بعد غادي نخوي عليه الخليط ديال الكيك. فهاد الاثناء انا كنكون مشعل الفران على 180 درجه، كنخلي الفران ديالي حتى كيسخن مزيان. عاد من بعد كندخلوا ليه الصينيه ديال الكيك. ضروري ان الفران يكون سخون مزيان من قبل عاد دخلوا ليه الصينيه اللي فيها الكيك.
هنا بالنسبة للمدة ديال الطي أنا ما تعددتش، عندي 25 دقيقة. بالنسبة لي شعلت الفران من الفوق ومن التحت وخدمت المروحة. أما نتوما إذا كان عندكم فران عادي ممكن تشعلوا الفران من التحت وتخليو الكيكة ديالكم حتى تبدا تحمر، تبان لكم بأن طلع ليها التحمر من الجناب، عاد من بعد كتشعلو ليها الفوق باش كتكمل التحمر ديالها. وكل واحد وطريقته في الفران ديالو، يعني ماشي الطريقة اللي غادي ندير أنا غتمشي مع كلشي، نتوما غديروا الطريقة اللي منفين كطيبوا بها في الفران ديالكم. هنايا من بعد ما طابت الكيك كيما شفتوا معايا كيكون فيها واحد الشق في الوسط، لان هذاك السيرو اللي كيكون من التحت كيدير لنا واحد البخار اللي كيخلي الكيكه ديالنا تشق لينا من الفوق. من بعد ما كنخرجوا الكيكه من الفران كنتسناو عليها شويه تبرد، عاد من بعد كنقلبوها في طبق التقديم. هنا بغيت نوريكم الصينيه فاش طيبنا الكيك، راه ما كيلصق معاها حتى حاجه. هنا ملي درنا هذا الورق ديال الطاي صراحه راه كينفع في هذا النوع ديال الكيك، لان الكراميل اللي كيطلق لينا التفاح الا كان مباشره مع الصينيه غادي يلصق لينا فيها وغيجينا صعيب اننا نزولوها او نحيدوها من الصينيه فاش طابت. يعني من الافضل انكم ديروا ورق الطاي ودهنوه مزيان بالزبده عاد باش ديروا الخليط ديالكم ديال التفاح. وصلنا لاخر الفيديو، هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما طاب. كيجي المنظر ديالو رائع، كذلك المذاق كيجي رائع جدا كما شفتوا معايا، كيبان لكم مسقي بهذاك السيرو ديال التفاح اللي كيطلق هو كيطيب. صراحه كيجي واحد الطعم ما نعاودش لكم، طعم لذيذ بزاف والكيك ديالنا كيجي معلك. انا اكيد الا جربتوا هذه الوصفه غادي تعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديال لايك للفيديو، خليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مرحبا بك.